ما كيفية جلد شارب الخمر؟ هل في مجلس واحد أم في مجالس متفرقة؟ مجلس واحد يجلد، في مجلس واحد على الخمر، على الزنا، على القذف، مجلس واحد ولا يفرق. لكن قد يخفف الحد إذا كان مريضاً ولا يتحمل، قد يخفف الضرب عنه، لا يخفف في العدد وإنما يخفف الصفة. خذ بيدك ضغثاً أضرب به ولا تحنث، يخفف في الصفة لا في العدد. نعم.